والله احنا لسه اول يوم النهارده، دي كانت دعوه وجهت منذ يومين. بدانا باعتصام بدا في الساعه 5، وزي ما شايفين كده في استجابه سريعه من الزميلات والزملاء اعضاء الجمعيه العموميه رغم الصيام. بعد الساعه 9 تقريبا هيكون في مؤتمر صحفي، هنعلن خلال المؤتمر عن الخطوات التصعيديه اللي هتكون في الفتره المقبله. ولكن انا بصفتي عضو في الجمعيه العموميه وبصفتي عضو في مجلس النقابه اناشد جميع الزميلات والزملاء، وانا اثق في وطنيه، مش هقول غالبية أعضاء الجمعية العمومية، لكن جميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أنا أثق في وطنيتهم، أثق أنهم يعلمون تماما أن تيران وصنافير أراضي مصرية.
الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي خرجت منها ثورات 25 يناير و30 يونيو و15 أبريل. أنا بعتبر جمعة الأرض يوم 15 أبريل دي ثورة. حاليا هذه الثورة بنستكملها في الوقت الحالي. أنا من وجهة نظري إن دي قضية وطنية ضد من يعني البعض بيقول إن إيه علاقة نقابة الصحفيين بالسياسة. دي مش قضية سياسية، دي قضية وطن، قضية تراب مصر، قضية أرضنا. نعلم تماما أحقيتنا في هذه الأرض، عندنا حكم قضائي نهائي بات من المحكمة الإدارية العليا بأن هذه الأراضي هي أراضي مصرية، وبالتالي لا يستطيع مجلس النواب أو غير مجلس النواب التنازل عن هذه الجزر طالما أن الشعب المصري يرفض التنازل عن أرضه. اعتصام الصحفيين لإعلان موقفهم ضد التفريط في الأرض المصرية وضد العدوان على الدستور وضد إهدار الأحكام الباتة إن هي اللي أصدرها القضاء المصري وقرر فيها إن هذه الاتفاقية هي والعدم سواء. إحنا النهاردة بنعلي هذه القيم وبنعبر عنها كصحفيين كجزء من الشعب المصري، مدركين إن حرية الأرض وحرية الوطن وثقة بحرية الصحافة اللي هي مهمتنا المباشرة. بندعو المصريين جميعا انهم يدافعوا عن ارضهم ودستورهم وامنهم، وبنحذر كل المفرطين في الارض انهم بيعرضوا انفسهم بانفسهم لان يكونوا تحت طائلة مواد قانون العقوبات المصري التي تجرم ما فعلوا بتهمة الخيانة العظمى وتعطي للقضاء المصري حق أن يحكم عليهم بالإعدام. فبنقول لهم لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. افتكروا أنكم مصريين، احترموا مصريتكم ودم شهدائكم، وبلاش تحملوا العار وتحملوا لهذا البلد. كل خطواتنا هي خطوات التعبير السلمي عن الرأي، من الرأي الاعتصام للتظاهر، وإحنا واثقين أن هذا الشعب لن يمرر أبداً هذه المأساة، لن يسمح بتمرير هذه المأساة. إذا لم يسمح الأمن فهو شأنه. إحنا نعبر عن رأينا بطريقة سلمية وهنترك الأمن إما أن يحترم حقنا للتعبير عن الرأي أو أن يعتدي عليه. هنفعل زي ما بنعمل طول عمرنا، زي ما بنعمل طول 40 سنة من نضالنا في الشارع عشان نقول كلمتنا. لا أوقفنا أمن ولا أوقفتنا سلطة. لا، أنا رأيي قاطع من سنتين، قلت إن أنا يعني لن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية. أنا أديت واجبي في هذا الأمر وهقف مع أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطنية وأدعمه. الجزر دي مصرية، عيش حرية. الجزر دي مصرية، عيش حرية. الجزر دي مصرية، عيش حرية. الجزر دي مصرية، لا لا للتفريط، لا لا للتفريط، لا لا للتفريط. مستعدين نموت، مستعدين نتحبس من اجل ارضنا. تيران وصنافير مصريه، الاصل العام بنقول مصريه. هيحاولوا يضحكوا على الشعب ان هو يقولوا سعوديه، الكلام ده لا، مش عشان حفنا من المال هيضحكوا علينا. احنا هنفضل نقول مصريه مصريه.
يناقشوا حاجه ثانيه، يناقشوا غلاء الاسعار، يقفوا مع الغلابه، انما تيران وصنافير دي اخر حاجه يتكلموا عنها خالص. اللي يبيع صنافير وتيران، اللي يبيع صنافير وتيران بكره يبيع شبره وحلوان، بكره يبيع شبره وحلوان، بكره يبيع شبره وحلوان، بكره يبيع شبره وحلوان. مين الخاين مين الجبان، مين الخاين مين الجبان اللي فرط ارضي زمان، اللي فرط ارضي زمان. مين الخاين مين الجبان، مين الخاين مين الجبان. ومين الحق يا ناس حصان، باطل 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 باطل، علي عبد العال باطل، مجلس نواب باطل. عيش حرية الجزر دي مصرية، عيش حرية الجزر دي مصرية، عيش حرية الجزر دي مصرية، عيش حرية الجزر دي مصرية. التلاعب على الاتفاقيات، بيع الأرض، بيع الأرض مش بطريقة منفردة، اللي بيع أرضه بيبيع أرضه. نفابة المحامين من هذا المنطلق بتدافع عن المواطن، بتقول لهم اللي بيع الأرض على دمنا، على دمنا، وهنقف وهنقول للنظام أنت سقطت شرعيتك من ساعة ما فرطت في أرض مصر، مش هنسكت. ولو الاتفاقية دي مرت على جثثنا ولا هنخاف من الأهل ولا هنخاف من الإخوان ولا هنخاف من أي شماعة. إلا الأرض، 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 إلا الأرض. الاتفاقية باطل، الاتفاقية باطل، مجلس نواب باطل، مجلس نواب باطل، على عبد العال باطل. مصرية 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 مصرية. اللي يبيع صنافير وسيران، اللي يبيع صنافير وسيران، بكره يبيع شبره وحلوان ولا مباحث إسرائيل. إن كنت مباحث دولة مصر، إن كنت مباحث دولة مصر، مصر العشا ولا لص، مصر العشا ولا لص. مصرية 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 مصرية. علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت. اللي هيهتف مش هيموت، اللي هيهتف مش هيموت. علي صوتك يا محامي، علي صوتك يا محامي، انت الدرع وانت الحامي، انت الدرع وانت الحامي. علي صوتك يا محامي، علي صوتك يا محامي، انت الدرع وانت الحامي، انت الدرع وانت الحامي. باطل باطل باطل، الاتفاقية باطل، مجلس نواب باطل، مجلس نواب باطل، على عبد العال باطل، على عبد العال باطل، على عبد العال باطل، الاتفاقية باطل. كلام بيقلل من
ولو فعلا مرروها من البرلمان انا بقول لهم يحصل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان ده يبقى اخر مسمار في نعش هذه السلطه، لن تعود سلطه شرعيه فيما بعد، انتهت، هي فقدت شرعيتها. النقطه الثانيه انهم سوف يكونون تحت طائره القانون الماده 77 اللي هي بتنص على ويقروها في قانون العقوبات على معاقبه كل من يسائل للغير من الاجانب الحصول على ارض الدوله بالاعدام. فكل واحد يختار هو بيقول ايه دلوقتي، لان يعني خلاص ما فيش حجه يقول انا ما اعرفش، في حكم محكمه فنت كل الوثائق اكتر من اللي قدموها امبارح في البرلمان.